تأتي هذا الميدان لتحقق الانتصار والناموس في ميدان المرموم تحفة الميادين، وكذلك تسجيل النقاط لهذه الشعارات التي تحقق الانتصار في كل ميدان. نسير بحضراتكم إلى شوط خاص بالأبكار المحليات الأصايل، لتنطلق هذه الأبكار مرة أخرى بمسافة 5 كيلومترات، تنطلق كذلك معها النوعيات الفريدة والنوعيات الحاضرة في هذا الموسم مع سن المفاجآت. نقترب من بداية الشوط ونقترب من صوغة على المركز الأول التابع لهجن العاصفة أيها الحبل الكريم، بينما في عملية التضمير الواثق حمد بن راشد بن غدير، بينما المركز الثاني النقلة التالية على سلهودة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم المضمر سعيد بن راشد بن حمد بن غدير، هنا المحنك ياتي ليحتل المركز الثاني. المركز الثالث وصل الان شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، او وصلت الشاهينيه، وهنا في عمليه التضمير الكابتن خليفه بن سالم بالصقعه، لكن المركز الرابع الانتقال الى منصوره التابعه لهجن الرياسه، بينما في التضمير عيسى بن احمد بن مايد الخيلي. نشوف المركز الخامس ونقله على وبره، من تحتل المركز الخامس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، هنا ياتي المحنك سعيد بن حمد سعيد بن راشد بن حمد بن غدير من يحتل هذا الموقع وهذا المكان. هذه الاسماء ايها الحبل الكريم. نشوف المركز السادس ايها الحبل الكريم، هناك تدخل على المركز الرابع الان اللي تقدمت الدوليه في هذا الموقع لسمو الشيخ صقر بن وليد القاسمي مع المضمر علي بن سعيد الخاطري، الان احتلت المركز الرابع. المركز الخامس الشاهينيه لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم المضمر احمد بن سلطان بن رشيد السويدي، بينما المركز السادس وصول هناك من وزن لتحتل المركز السادس لسمو الشيخ حمدان بن حمد بن راشد المكتوم المضمر علي بن راشد بن حمد بن غدير، من تحتل هذا الموقع وتسير في هذا بن رشيد السويدي بدا يتدخل على المركز الثاني. قادم ايها الحبل الكريم، هناك لهجن الرئاسه اللي تقدمت واحتلت المركز الثالث، هذه منصوره مع المضمر عيسى بن احمد بن مايد الخيالي، لكن الخواره بدات تتقدم، الخواره اسمه الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، الاسماء تتغير تتبدل، لكن الامور هناك محسومه حتى اللحظه، محسومه مع الشوط. الله يا صوغه هي من تسيطر ايها الحبل الكريم، هي من تسيطر مشاهدينا الاعزاء، من تتابعنا عبر شاشه دبي ريسنج، لا زالت صوغه هي الاجود حتى اللحظه، هي الافضل بالاداء في الانطلاقه من بداية الشوط، وهي قايمة راس. الله، هذه النوعية المطلوبة، هذه النوعية المحبوبة، هذه النوعية المراقبة من كل مكان، العيون كلها تراقب هذه الأنواع اللي تقوم راس وتنتهي راس، إنها صوغ الهجن العاصفة. إذا على المركز الأول مشاهدينا الكرام، هناك ملاحقة من الشاهينية في المركز الثاني، لكن خلاص صوغة قفلت على النتيجة، قفلت على الأداء، ولكنها مركزة في المركز الأول ما شاء الله تبارك الله. اذا صوغه مسيطره مشاهدينا الكرام، ملاحقه من خواره، ملاحقه من وزن، لكن خلاص صوغه تهدي هجن العاصفه مره اخرى، ناموس مستحق في هذا المساء لتكمل مسيره الفرحه والناموس والانتصارات لهذا الشعار، شعار هجن العاصفه. تهانينا والناموس. المركز الثاني الخواره اسمه الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، المركز الثالث وزن اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، المركز الرابع لهجن الرئاسة تاتي منصورة، خامسا الشاهينية لسمو الشيخ حمدان المركز الخامس اذا منصورة من هجن العاصفة، تتواجد هناك العفادة في هذا الموقع. نعود بالتوقيت الزمني، حفلنا الكريم مشاهدينا الاعزاء 7:49 وجزء واحد من الثانية هو التوقيت الزمني اللي قدمته صوغة في هذا الشوط وهذا الانطلاق. تهانينا والناموس لهجن العاصفة والى الواثق حمد بن راشد بن غدير. شوطنا الثاني حمل كذلك الاثارة، ونشوف صاحبة المركز الثاني كان مع الفوتو فينش مشاهدينا الاعزاء والدخول في موقع واحد ب7:50، 7 اجزاء من الثانية مشاهدينا الكرام في هذه اللحظة.
لحظات. اذا بين الخواره وبين وزن، الخواره اسمه الشيخ راشد بن حمدان برايد مكتوم ضمن اعتيج بن سالم العرطي الحميري، وبين موزن اللي اسمه الشيخ حمدان بن محمد برايد مكتوم مع المضمر علي بن راشد بن حمد بن غدير. اذا المشاهدين الكرام هذه الثنتين وصلا على خط واحد على ثاني وثالث المراكز، نتابعها مع لجنه خط النهايه. هكذا المسار ايها الحبل الكريم يبدا في هذه الامسيه مع اشواط التميز في هذا الموسم، بينما يبدا شوط الختام لينهي ختام هذا التميز الاول في انطلاقات هذا اليوم على ارضيه هذا الميدان. على بركه الله قبل قليل تمت انطلاقه هذا الشوط.